يشهد سوق الذهب في سبها استقرارا واضحا منذ عدة أشهر، تصاحب مع استقرار أسعاره نسبيا وزيادة نسبة الإقبال على الشراء مقارنة بالفترات الماضية. بالنسبة لي عقود الجواز ودعم الجواز صار فيه إقبال الفترة اللي فاتت وتحرك السوق الحقيقة، وكان فيه إقبال يعني ممتاز، ما تقدر تقول جيد جدا، ممتاز. قمة يعني خوص اللي نقوله هي دبلة طوبة تلبيسات حاجات بسيطة، وفي أرقم فيه 11 جرام وفي 16 جرام، وفرنا لهم يعني طلباتهم اللي كان هم زي ما تقول الأخف وزن، 11 جرام 16 طاقم تلبيسة بخلصاتها. وصل سعر الجرام إلى 250 دينار للذهب المحلي، وهو سعر يعتبر أفضل منه في سنوات تجاوز فيها سقف 300 دينار، ومع ذلك لا يشتري الناس إلا القطعة الخفيفة منه، ويقتصدون فيه إلى حد يناسب دخلهم. يعني شو نقول لك، يعني ناحية الذهب يعني باهم معقول، يعني السعر بتاع يعني صح، يعني في الوسط، يعني بينه ما هو راقي وبين ما هو نازل، يعني في النص، يعني يكون الذهب يكون المحلي 250 والسعودي 300، مرات يكون فيه 300 و 305، مرات 295 على حسب الوزن. هذا الاستقرار الذي يشهده سوق الذهب يدفع الكثيرين للشراء والادخار، كما يدفع التجار لتوفير الأنواع الأقل وزنا والأخف سعرا، تلبية لرغبات الناس ممن يسعون لادخار الذهب كملاذ آمن لهم مستقبلا. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها.